أحيت المرجعية خطابها الذي بثته في العاشر من أيلول عام 2018، والذي أكدت فيه عدم تأييدها ترشيح شخصية متواجدة في السلطة لمنصب رئيس الوزراء، لأن معظم الشعب لم يعد لديه أمل في أي منهم. هذا الشعب الصابر المحتسب لم يعد يطيق مزيدا من الصبر على ما يشاهده ويلمسه من عدم اكتراث المسؤولين بحل مشاكله المتزايدة وأزماته المستعصية. وبحسب محللين، فإن المرجعية ومنذ ذلك التاريخ أو ربما قبله رسمت خارطة طريق حقيقية لتشكيل الحكومة للمرحلة السياسية المقبلة، إلا أن أحدا لم يلتزم، فتولد الاحتقان في الشارع الذي ولد الاحتجاجات التي لازالت قائمة. مطلعون على الشأن العراقي أكدوا أن ما تقوم به القوى السياسية من طرح أسماء لشغل المنصب هي محاولة غير مجدية لامتصاص غضب الشارع، فالمجرب لا يجرب بحسب المرجعية أيضا. وفي الخطاب نفسه دعت المرجعية إلى ضرورة اختيار رئيس حكومة يتسم بالقوة والحزم وتشكيل حكومة مغايرة عن سابقاتها، وهذا مطلب المتظاهرين عموما. الفساد في مختلف مؤسسات الدولة إنما هو نتيجة طبيعية للأداء السيء لكبار المسؤولين وذوي المناصب الحساسة في الحكومات المتعاقبة التي بنيت على المخاصصات السياسية والمحسوبيات وعدم رعاية المهنية والكفاءة في اختيار المسؤولين خصوصا للمواقع المهمة والخدمية. ولا يمكن أن يتغير هذا الواقع المأساوي إذا شكلت الحكومة القادمة وفق نفس الأسس والمعايير التي اعتمدت في تشكيل الحكومات السابقة. ومن هنا يتعين الضغط باتجاه أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة عن سابقاتها. وفي السياق نفسه دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في بيان السياسيين من السنة والشيعة إلى إبعاد الفاسدين عن الحكم، مطالبا من يدعون الانتماء للإمام علي عليه السلام بعدم التمسك بالسلطة ومغانمها. هذا الواقع المؤلم الذي أنتجته سياسة المحاصصة بكل تجلياتها سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وخدميا وتعليميا، وكل ما هو مرتبط بحياة المواطنين الكادحين وأصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل، لذلك يجب أن ينتهي من خلال الإسراع بتسمية رئيس الوزراء من الشعب يتوافق عليه الجميع.